الخبر الثالث عن مجموعة بنات. والله البنات دول يا جماعة بصوا، في ظل مجتمع بيفرض عليهم مشاكل من كل ناحية، من كل حد وصوب بتترمي عليهم مشاكل وحاجات يعني مؤلمة، ولا ختان، لا لازم جواز في سن مبكر، لا خلفي بسرعة، ما جوزتيش ليه لغاية دلوقتي، يا خبر أبيض، طب جبتي البنت بقى ربنا يكرمك بالولد، يووو اتطلقتي ليه، خربتي بيتك، ما كنت عششتي، ليه بتشتغلي يا حبيبتي، جوزك مش مكفيكي، طب الله وليه قاعدة في البيت، طب ما بتشتغليش، اتحجبتي ليه، قلعتي الحجاب ليه، طيب بعد ما كنت اتحجبتي، كل حاجة ست بتعملها لازم عليها مليون سؤال. في وسط كل ده، في وسط هذه البيئة الحقيقة اللي حقيقة أي ست الحل بالنسبه لها ان هي تقوم حاطه الغطا على راسها ونايمه وتكتئب، في بنات زي الفل من كليه التربيه الفنيه قرروا ان النشاط العملي بتاعهم يكون تجميل اسوار حديقه الحيوان بالجيزه، وبسرعه انتشرت الصور على كل مواقع التواصل الاجتماعي واللي قابلها الناس بتشجيع الفكره، وقالوا ان فعلا مصر جميله بشبابها وبناسها وبكل حبايبها. معانا على التليفون اسراء الشيمي. الو الو، مساء الخير يا اسراء. مساء النور يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احكي لنا شويه عن المبادره دي. دي ماده عندنا اسمها التدريب الميداني. ايوه. بدايه السنه احنا ال 14 بنت ابتدينا ندور على مكان نتدرب فيه، فكنا حابين ان هو يبقى مكان مميز ومن معالم مصر كده، بيزوروا كل فئات المجتمع ومن كل البلاد، وان احنا نسيب بصمه فنيه جميله فيه. فعرضنا الموضوع على دكتور تغريد يحيى المشرفه علينا، شجعتنا جدا على الفكره، ولما عرضنا الموضوع على اداره الجنينه اللي هو محمد رجائي وعميد دكتور رشاد رحيم، رحبوا جدا ووافقوا وسهلوا لنا كل الاجراءات ووفروا لنا الخامات، وابتدينا نشتغل، ابتدينا ندور على اماكن في الجنينه نرسم عليها، ولاول ما لقينا المكان المناسب بنعرضه عليهم وبنختار التصميم. قولي لي رد فعل الناس ايه وانتوا واقفين تلونوا في الشارع كده؟ كل الناس كانت بتستغرب اولا ان احنا بنات وان الفن خلاص بقى بياخد دوره، والبنات بقى متشعلقه على السقالات والسلالم وفنانين، ناس كتير كانت بتدي اعجابها باللي احنا بنعمله، بتبقى حابه انها تتصور معانا وتتصور مع الشغل. طبعا انا بشكرك جدا على المبادره اللطيفه دي، وانها بتعمل نوع من البهجه على الناس وهي داخله حديقه الحيوان، واتمنى ان البهجه دي تمتد لداخل حديقه الحيوان. ميرسي جدا ليكي حبيبتي، جدا جدا جدا، وبرافو، وكملوا دايما في مبادراتكم الايجابيه دي. وارجع تاني واقول لكم ان الواحد حزين، انا رحت من قريب جنينه الحيوانات، حبيت اخد بناتي كده واروح، الحقيقه زعلت جدا جدا جدا. انا مش فاكره طبعا ان اخر مره رحت جبت الحيوانات كان زمان قوي وانا يعني صغيره، بس يعني كان فيها حيوانات، بس انا الحقيقه اما رحت بالعيال ما لقيتش حيوانات كتير، مش عارفه، فيا ريت ان يكون في، يعني انا عارفه ان دي الناس ساعات اما بتسمعها بتحس انها تفاهات في ظل الازمات الكتيره اللي موجوده عندنا في البلد كله. لا على فكره الواحد مهم قوي ان الناس يكون عندها متنفس، مكان حلو، مكان ظريف يروحه، وحديقة الحيوان ده شيء أساسي على فكرة في أي دولة، يعني حاجة مهمة جدا، يعني أنا مش عارفة ليه ملهاش، يعني لازم يكون ليها قدر كبير جدا من الاهتمام. كان سامعين مؤخرا كذا حادث حصل في جنينة الحيوانات، هروب ايه، سرقة ايه، قصص كتيرة جدا من هذه النوعية، فأتمنى ان احنا يكون عندنا اهتمام اكتر من ذلك بجدران حديقة الحيوان وبداخل حديقة الحيوان.